السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المرورة العامة تحدد أبواب الإيراد وتوضح حقيقة تخصيص حوافز من الغرامات. أوضحت مديرية المرورة العامة تأثير المطبات على حركة السير والزخم في الشوارع، مما نفت استحصالها على حوافز من الغرامات المفروضة. وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة زياد القيسي إن أسباب الاختناقات والزخم المروري تعود إلى كثرة المركبات، حيث كان عددها قبل عام 2003 نحو 250 ألف مركبة في العراق. أما في الوقت الحالي فتقدر عدد المركبات الموجودة في بغداد فقط نحو 7 ملايين مركبة دون أن يطرأ أي تحديث أو توسيع للشوارع. ووضح أن مطبات وتخسفات الشوارع أثرت بشكل كبير على حركة السير، مبينا أن حركة المركبات تحسب بالثواني ومرور المركبة على المطب يستغرق 4 ثواني. وأضاف أن أسباب الزخم المروري في جانب الرصافة يعود إلى تصميم الشوارع فيها على الطراز البريطاني، حيث تكون ضيقة والتقاطعات متصلة واحدة بالأخرى، وبعكس تصميم جانب الكرخ الفرنسي والذي يتميز بشوارعه العريضة وتقاطعات المفتوحة الواحدة على الأخرى، بالإضافة إلى تكدس وزارات الدولة في جانب الرصافة، وكذلك وجود أكبر مركز تجاري في العراق هو الشورجة بالرصافة، فضلا عن مخالفات وعدم الالتزام بقواعد السير وإشارات رجل المرور ووجود التيك توك وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى حدوث الزخم. وفي سياق متصل ذكر القيسي أن هنالك 4 محاور للإيرادات في مديرية المرور: تسجيل المركبات وتحويلها والغرامات وإصدار إجازات السياقة والطرق والجسور، مؤكدا أن الإيرادات تذهب إلى خزينة الدولة في وزارة المالية، والتي بدورها تقوم بتوزيع الإيرادات على الوزارات وفق ميزانية كل وزارة. وتابع أن حصة دائرة المرور تحددها وزارة المالية وفقا للموازنة، ولا صحة لاستحصال المرور حوافز من الغرامات المفروضة على المواطنين.